السلام عليكم الدراري، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلا الدراري حاولوا عافاكم دخلوا اللايف من دابا قسم ان شاء الله غنبداو. يلا الدراري عافاكم حاولوا دخلوا اللايف من دابا واحد القسم غنبداو ان شاء الله. دونك عطونا فكره على جوده الصوت والصوره. جوده الصوت والصوره كل شخص يرجع للور تري بيان، كل شيء دابا مزيان. هنا شنو عندنا؟ كاش مشكل. يلا الدراري عافاكم، واش الصوت والصورة مزيانين؟ واش كتسمعوني؟ وعليكم السلام، واضحين كلشي مزيان ياك؟ الصوت والصورة كريمة ياك، حيت انا التليفون ما كيسمعش عندي، ما عرفتش علاش زعما انا كما المشكل عندي ولا شي حاجة. يلا الدراري وخمسة دقائق غنبداو ان شاء الله. اليوم غنحاولو نشوفو لي زومبرياج. يلا الدراري طاقيو صحابكم بيدخلوا. الصوت واضح واش الصوره واضحه؟ شفتيو هنا كريمه. دونك الدراري اقسم غنبدا، صافي دابا غنبدا ان شاء الله. نزيد واحد جوج دقائق جوج.
يلا الدراري نبدا واش صافي نبدا يلا نتسناكم تقولوا لي في في لي كومونتير بداو الثاني اللي قلتوا لي بدا راه غنبدا يلا نبداو ولا نتسنى شويه الو هنا كاينين كيلكو فيديو ما غاديش نخدمهم هذاك النهار ضربوني بالكوبي رايت حيت دوك لي فيديو انا خدم غير من يوتيوب داكشي علاش ديك النهار الله يقول لايف تقطع عليا دونك نتسنى لا ريبونس ديالكم زيد واحد 2 مينوت واخا نزيدو 2 مينوت انتريستد بي لا التليفون راه حدايا كنشوف بيه لي كيسيون داكشي ها هما لي كيسيون ديال الكوره عاوتاني راه عندي هنايا كلشي كنشوفو مي انا ما كندخلش من هنا نشوف في فيسبوك لي كيسيون بكثر ما هما لي كومونتير بكثر ما كندخل بكثر ما كنشوف كنشوف التليفون ديال قدامي يعني اي كيسيون راه غادي نجاوب لكم عليها الدراري وام نبداو صافي دونك نبداو الوغ الدراري اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لي زومبراياج دونك هاد لو كور هذا اي لي ديستيني او زيليف دوزيام اس تي او دوزيام اس تي ام دوزيام سانس مات بي دونك نعاود عاوتاني نحطكم في لو شيما دونك حنا شنو قلنا لي سيستيم دو ترانسميسيون ميكانيك كنكلاسيوهم على حساب لا ديسبوزيسيون دو لاربر موتور اي دو لاربر ريسيبتور دونك الا كانت لابغ موتور ولابغ ريسيبتور يعني اون برولونجمون يعني حدا بعضياتهم يعني لي زاكس ديالهم يعني لينيير ريكتيلين ف هاد لو كا اون يوتيليز سوا لي زاكوبلمون سوا لي زومبرياج دونك لي زاكوبلمون سي اون سوليسيون تكنولوجيك بيرمانونت ديجا شفناها في لو لايف الاول في لو لايف الاول وي اليوم ان شاء الله غنحاولوا نشوفوا لي زومبرياج Très bien. Donc, nous sommes en train de travailler les systèmes de transmission de mouvement. Voilà, sans modification de la nature du mouvement. C'est les systèmes, les accouplements et les embrayages. Les accouplements, les embrayages, les roues de friction, les engrenages, système polycourois, le pignon chaîne, le colon, ce sont des systèmes. يعني كي غارد لا ناتور دو موفمون الى كان روتاسيون كتبقى روتاسيون تري بيان شنو قلنا ترانسميتر لا بويسونس اونتر اربر اون برولونجمون حنا راه حنا نو سوم اون تران دو ترافايي هاد لو بروميي كا هاي ما معنى لاربر اون برولونجمون يعني لاربر موتور ولا بريستور ما بيناتهمش ان ديكالاج قلنا الى بغيت نلي ما بين هاد لاربر موتور وهاد لاربر ريسيبتور دون فاصون بيرمانونت اون يوتيليز لي زاكوبلمون ولي زاكوبلمون قلنا العقل شوف في لو لايف اللي فات في الحصه اللي فاتت قلنا بانه كاين اكوبلمون ريجيد وكاين اكوبلمون الاستيك وقلنا بان لي زاكوبلمون الاستيك هما اللي كيطوليريو متفقين لي ديفو دالينيومون وقلنا بان لي زاكوبلمون ريجيد كنستعملهم ملي كيكون عندي يعني لاربر موتور ولا لاربر ريسيبتور بارفيتمون اليني ما كاينش ان ديفو دالينيومون مي اذا بغيت هاد لاربر موتور وهاد لاربر ريسيبتور يعني ليهم دو فاسون تومبورير يعني ليهم يعني نليهم ونعاود نفرقهم فهاد لوكا ما خدامش ليا لي زاكوبلمون انما خدام ليا لي زومبرياج وهادشي اللي غنحاولوا نشوفو اليوم ان شاء الله تري بيان دونك نبداو عاوتاني دابا بلو شيما سينيماتيك ديال لومبرياج دونك لو شيما سينيماتيك ديال لومبرياج هي هادي سا ريبريزونت لاربر موتور هادي سا ريبريزونت لاربر ريسيبتور وهذا سا ريبريزونت لو ديسك موتور وهذا سا ريبريزونت لو ديسك ريسيبتور صافي مزيان دونك دابا نشوفوا الاف ا دي الاف ا دي تي او بيان لاكسيغرام ديال لومبرياج دونك لو نون دو سيستيم دونك هذا سيستيم دو ترانسفور دو ترانسميسيون دو موفمون ميكانيك ابلي لي زومبرياج دونك انيسيالمون لي زابر كيكونوا نون ليي او فلا سورتي لي زابر كيوليو ليي صافي ليي نون ليي ولكن ا فولونتي سيتادير لا فونكسيون دوزاج او بيان لا فونكسيون برينسيبال تاع لو تيب دو سيستيم دو ترانسميسيون شنو هي il y a transmettre la puissance entre un arbre moteur et un arbre récepteur à volonté. Notez bien que l'arbre moteur il consommera l'actionneur ou l'arbre récepteur il parfois consommera l'effectueur. Parfait. On commence donc les transmissions numériques. Officiel où je vais enregistrer. Marf, je vais enregistrer les trucs de Broderick. Très bien.
دونك هنا بيان سور بوركوا بوركوا لومبرياج دونك عنده بزاف لي عنده بزاف لي زيتيليتي سي تشوف لا فواطور دونك يعني ما بغيتش نخدم هذا الفيديو متفقين ها هو ديجا حاطو هنايا متفقين ولكن الا خدمتو ها هو خذو من يوتيوب غيضربوني بكوبي رايت ماشي مشكل دونك كتبوا شوف كتبوا غير اومبرياج كومون سا مارش راه غيطلع لكم هذا الفيديو هذا ياك وراه غيشرح لكم حيت نورمالمون يعني لابليكاسيون يعني لا لي يعني كي اليستر لو رول ديال لومبرياج هو لومبرياج ديال لا فواطور دونك ملي كتوقف لا فواطور خاصني ديبرايي خاصني ندير ديبراياج يعني خاصني نفرق ما بين الموتور وما بين لاكبر ما بين لي رو باش الموتور مي يسكتش ليا وملي تكون لا فواطور يعني اون مارش لا وملي نبغي نخدم لا فواطور يعني ملي نبغي نسيركولي بلا فواطور ديك الساعه خاصني ندير لومبرياج خاصني اومبراي بيناتهم تري بيان دابا غندي ندوز المهم قلت لكم هذا الفيديو ديال بوركوا لومبرياج تلقاوه في يوتيوب بلا ما نخدم نضربوا الكوبراتور ونضيعوا فيه الوقت نمشيو دابا لي تيب دومبرياج الو كاينين دو تيب كاين بليزيور تيب دومبرياج الو لو تيب الاول كيتسمى لومبرياج انستانتاني بان لكم ياك لو دوزيام تيب دومبرياج كيتسمى لومبرياج بروغريسيف بلان و لو تخوازيام تيب كيتسمى لومبرياج بروغريسيف ولكن افريكسيون كونيك و لو ديرني امبرياج كيتسمى لومبرياج بروغريسيف افريكسيون سيلندريك و لو ديرني و هادو بيان سور سوسون دي دوتر تيب دومبرياج سبيسيو غادي نحاولو نشوفوهم صافي دونك هاد لي تيب دومبرياج سبيسيو خليهم حتى الاخر مي انيسيالمون شحال من تيب دومبرياج عندنا اربعه نعاودو لي تيب دومبرياج شنو هما الاول كيتسمى لومبرياج انستانتاني الثاني كيتسمى لومبرياج بروغريسيف ولكن بلان الثالث كيتسمى لومبرياج بروغريسيف ولكن افريكسيون كونيك كونيك لان لا فورم ديال لي ديسك دو فريكسيون بزافكين الى لا فورم دان كون والرابع كيتسمى لومبرياج بروغريسيف ولكن افريكسيون سيلندريك سنتريفيج يعني ربعه لي تيب برينسيبو ديال لومبرياج عاد من بعد غادي نساليو ملي غنساليو هادشي كامل غادي نشوفو كلكو تيب دومبرياج سبيسيو صافي دونك فهاد لو كا هادي غادي دابا نحاولو نشوفو لي تيب ودابا نظمو معايا فين وصلنا بيان سور كيتحطو لي زاكوبيومون ونبداو دابا بلومبرياج انستانتاني دونك لومبرياج انستانتاني دونك تلاحظ معايا بانه كيكون عندي هنايا سيت هو الكرابو ايميت الكرابو انا عندي هنا دي فوت هذا كيتسمى الكرابو ايميتور وهذا الكرابو ريسيبتور دونك الكرابو ايميتور كيكون لي الموتور والكرابو ريسيبتور كيكون لي لي فيكتور دونك بيان سور ما بين 6 راه في اون كلافيت و 5 هي لابور موتور و 7 هو الكرابو موتور دونك ما بين الكرابو موتور ما بين 7 و 5 هنا اون رياليزي واحد لا ليزون اون كاسترومو صافي دو ميم هنايا عاوتاني ما بين 3 هو الكرابو ريسيبتور و 1 هو لي فيكتور سيتادير الوغ في هاد لو كاش كتلاحظوا بانه كاينين دو بوسيبيليتي اما غيكون الكرابو موتور لي مع الكرابو ريسيبتور في هذه الحاله كنسميها لو كا اون براي يعني الموفمون غتمشي من 5 ل 6 ومن 6 ل 7 ومن 7 غتنقز ل 4 ومن 4 غتنقز ل 3 ومن 3 غيدور ليا ال 1 يعني الموفمون مشات من الموتور للريسيبتور او الاوبيان كاين لو كا دي براي وهو ملي غيكون عندك 7 مع 4 غيكونوا سيبار صافي هذه هي الحاله اللي كاينه عندنا متفقين دونك باش نحاولوا نفهموا هادشي مزيان هنا كاينه واحد ليستراسيون الوغ لاحظ معايا باش نهضروا على الوغ هذه لو كا دي بغايي وهذه لو كا اون بغايي لاحظ معايا ما تشوفوش في هذه التصويره هذو انما تشوفوا في هذه ليستراسيون شوف هذه لو كا دي بغايي اش كتلاحظ بان الكرابو موتور والكرابو ريسيبتور بيناتهم ان اسباس كاين لو فيد هنايا ولو كا اون بغايي وهو ملي غيلصقوا مع بعضياتهم متفقين الوغ نحاولوا دابا نشوفوا لو كا دي بغايي الوغ باش نحاول نونبغاي و ديبغاي يعني باش يعني بور رياليزي لونبغياج شنو خاصني هاد لو لوفي دو كوموند بان ليكم ولا لا هذا اللي بالغوز لاحظ معايا لو لوفي دو كوموند في الاول شوف كيفاش كان انفو جريتو اغوش لو كرابو موتور الفرق مع لو كرابو ريسيبتور في تادير اون ا افيكتوي يعني حنا نوصون دون لو كا ديال لونبغياج تري بيان الو هنا كاين واحد الفيديو ما عرفتش واش غيفين ضربوا لي شي كوبيرات المهم الله شوف الله
دونك هذا هو اللوفي لو كوموند دونك هالكابو مونتور هالكابو ريسيبتور. ولكن لاحظوا معايا لو كابوطاج واش شنو لو كابوطاج؟ لو كابوطاج هو لا ليزون هو ملي غيلصق لك هذا مع هذا. لو كابوطاج سو في على غي يعني خاص يكون الموتور ساكت عادا عاد نلصق الكابو موتور مع الكابو ريسيبتور. ممكن يكون الموتور يتورن ياك وانا نجي متفقين ونشد الكابو موتور نلصقو مع الكابو ريسيبتور. لا باردون فوالا انيماسيون امبراياج انستانتاني اكرابو اي وخدم ما فيها. هذا صور من صور اليوتيوب لا خايف من الدراري تقول لك كيفاش ندير لكم راه غادي نقول لكم في الدراري شي واضح هادشي ياك. دونك لاحظوا معايا هنا هادي لو كاد يبغي يعني لو موتور كيمشي عادي ولكن الا غير شوف توقفنا الموتور هذا كومونديت لوفي و بيان سور جي رياليزي لومبرياج يعني كابو موتور مع كابو ريسيبتور هما دابا اللي كاد يبغي اللوفي اللي غادي نجرو في هاد لو سونس فوالا. ولكن لو كابوطاج سو في اون ار خاصك يكون الموتور في كيف كتب الموتور ولا بغيت ندير بغاي دو ميم خاصك توقف الموتور صافي الله. الوغ دابا نحاولوا نشوفوا هاد لو تيب دومبرياج اللي سميناه اومبرياج انستانتاني اكرابو. نشوفوا لو شيما سينيماتيك ديالو بيان سور. الوغ هاد ال1 سا ريبريزونت لاربر موتور، 5 سا ريبريزونت لاربر ريسيبتور، 5 هي لاربر ريسيبتور وانا باغي ليي الوغ لاربر موتور لاربر ريسيبتور كي سون اون برولونجمون لان لي زاكس ديالهم سون لينيير ريكتيلين سون اليني ما كاينش ديكالاج. Alors, 3 ça représente le crabe moteur, 7 ça représente le crabe récepteur, ou bien sûr 2, 6 ce sont des clavettes. D'accord? Des clavettes pour réaliser la liaison en castrant mon mobile 3 en 1 d'un côté, mobile 7 ou 5 d'autre côté. Ça va? Donc, on va faire l'amélie. Alors, d'abord, on a le deuxième type d'embrayage, qui s'appelle l'embrayage progressif plan. Sauf l'embrayage progressif, Rafik, il y a des l'anouais. Qui est l'embrayage progressif plan, ou qui est l'embrayage progressif à friction conique, ou qui est l'embrayage progressif à friction cylindrique centrifuge. Nous avons le progressif. Donc, le progressif, في الكوبلمون اون سول غولاسيون اللي كاين هنايا. فهنايا غالبا كيكون عندكم دي كيستيون دو كور شنو هو هذا كيفاش هذا علاش هذا. يقدر مثلا في لو شيما يعطيك هذا لو شيما هذه ويقول لك يعطيك ال 1 2 3 7 6 5 يقول لك كمل لي سميات دير لي الغوبيراج لا نومونكلاتور ديالو صافي امين. استاذ واش ديجا تحطوا لي زاكوبلمون؟ بيان سور كاين مشكل في الصوت مي كدير الفيديو ديال الانيماسيون. ماشي مشكل ماشي مشكل عرفت فهمت الفكره امين. خاصني ديك هذوك الفيديوهات نحيد لهم الصوت. الو الو شوفوا معايا دابا غندوزو لو دوزيام تيب دومبرياج كيتسمى لومبرياج بروغريسيف بلان. هذا تاهو فيه دو تيب كي لومبرياج بروغريسيف مونو ديسك كيكون عندك ان سول ديسك دومبرياج هو هذا اللي كتشوفوه بال شنو هو هذا شمن اللون هذا بحال المارون. وكاين ان دوزيام تيب دومبرياج بروغريسيف بلان ولكن كيتسمى ملتي ديسك. لاحظوا معايا بانه عندك بليزيور ديسك فهاد لوكا عندنا دو ديسك دومبرياج صافي. هذا هو اللي كاين بيان سور في لا فواتور بيان سور هذاك تلقاه في الاندستري هذا. الو اش كتلاحظوا هنايا؟ دونك هذا هي لو شيما سينيماتيك ديال 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 واحد لونسومبل موتور افكتيور اي سيستيم دومبراياج. دونك هذه دونك هنا ملي كتجي الموفمون هذه هي لونطري دونك هذا هو الموتور وهذه هي السورتي دونك هذا هو الافكتيور. الو بيان سور الموتور والافكتيور اي رياليز ان روتاسيون يعني خاصني هنايا شناهي هادي درت هنا يعني هنا جي رياليز واحد لا ليزون بيفو ما بين الموتور ما بين الباتي هذا كيتسمى لو باتي صافي. دونك هادي بيفو هادي بيفو لان بغيت نحاول بغيت غير الروتاسيون. هذا سا روبريزون هذا كامل سا روبريزون لاحظ معايا شوف لاربور موتور هذا كامل هو لاربور موتور صافي. ولاربور ريسيبتور هو هذا اللي هو اللي كتلاحظوا بهاد الكولور هذا هو لاربور ريسيبتور تري بيان. الوغ عندنا عاوتاني سكون ابيل هاد لي بلاطو بريسور لي بلاطو بريسور هما اللي كتشوفوهم هنا بالخضر وعندنا هنا بيان سور هنا دي غوسور هما اللي كتشوفوهم بهذا اللون هذا صافي. وعندنا بيان سور هذا كيتسمى ان ديسك دو لومبرياج. دونك لي ديش هنايا لي دي هو انه انيسيالمون كيكونوا هاد لي غوسور هادو راجعين للور. ما معنى راجعين للور؟ يعني ماشي كومبريمي. الوغ ما معنى هاد لي غوسور ماشي كومبريمي؟ يعني هاد لو بلاطو دو بريسيون
هو راجع للور، ما راجع للور، يعني هاد لو ديسك دونبرياج ما متوشيش ليا لو ديسك تاع لاربو موتور. ما معنى ما متوشيش لو ديسك تاع لاربو موتور؟ يعني هاد لو ديسك دونبري يعني غير بمعنى اخر لاربو موتور غتبقى دور بوحدها عفيد، و لو ديسك دونبرياج ما يل با با تورني. و الا ما دارش لو ديسك دونبرياج راه حتى اش راه حتى لاربو دو ريسبسيون يعني حتى لي فيكتور يل با با تورني. فاهمين؟ يعني هادي سا كوريسبون ا ليطا دي بغاي. الوغ الا بغينا دابا نيفيكتيو لومبرياج اشنو خاصني ندير؟ خاصني هاد لو روسور هذا نكومبريمي، خاصني نفعل الروسور. ملي غنفعل الروسور هاد لو بلاطو دو بريسيون اللي كيبان لكم بالخضر اش غادي يدير؟ غادي بريسي ليا لو ديسك دو لومبرياج مع لو ديسك دو لابورموتور كوم سا. و بويسكو لاحظوا معايا، و بويسكو هاد لو ديسك دو لومبرياج عنده هنا في عنده سكون ابيل دي سيرفاس دو فريكسيون. دونك غراس او سيرفاس دو فريكسيون وغراف هاد لو كونتاكت اللي غيتغياليزي ما بين لو ديسك دو لومبرياج اي دو ديسك دو لاربو موتور، لو موفمون غتمشي من 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 من, من الزرقه من هاد من من من, من لو ديسك دو لاربو موتور، وغادي يدور ليا لو ديسك دو لومبرياج، ولو ديسك دو لومبرياج غادي يدور ليا لاربو ريسيبتور. كوم سا هاد ليطا هادي سا كوريسبون ا ليطا امبغاي، بمعنى اخر الموتور يعني الموفمون مشات من الموتور للريسيبتور. صافقين؟ الو باش نفهمو هادشي مزيان، واقيلا عندي شي فيديو، عندي نشوف هاد الفيديو واش فيه شي معلومه ولا كيهضر على السونتريفيج. كومون فونكسيون لومبرياج سونتريفيج صافي. دونك واضح العمليه، يكفي انكم تمشيو غير يوتيوب وكتبوا امبرياج بروغريسيف مونوديس غادي يبان لكم هادشي بيان سور اون بليس دو ديتاي. شوفوا واش كاين شي كيستيون ديالكم الدراري، حنا غادي نشوفوا هاد لو نومبر دو كونتاكت اكسيتيرا. الوغ دابا نحاولوا نشوفوا لو دوزيام تيب دومبرياج بروغريسيف بلان اللي كيتسمى لومبرياج بروغريسيف ملتي ديسك. الوغ فهاد ملتي ديسك اش لاحظوا معايا؟ تلاحظوا بانه يعني كنميتيبلي لو نومبر دو ديسك. الوغ لاحظوا معايا في البرومي مونو ديسك يعني عندي ان سول ديسك دومبرياج، هنا عندي بليز ملتي، ولكن في هاد لوكا عندي دو ديسك دو لومبرياج، وعندي دو بلاطو بريسور. البلاطو بريسور 1 هو هذا اللي بالشيبي، والبلاطو بريسور نيميرو 2 هو اللي بالفير. مزافقين؟ دونك عاوتاني ها هو عندي دو ديسك دومبرياج. دونك لو ميم دو ميم عاوتاني الا كنا في لو كا دي بغايي، يعني خاص يكون عندي هاد الروتور هادو يكونوا ما يكونش كومبريمي، باش كوم سا هاد لي بلاطو بريسور ما يلصقوش ليا لي ديسك دومبرياج لي ديسك دو لومبرياج مع لاغبر موتور. وبهذه الطريقه هذه لاغب ريسيبتور يل با با تورني، ما غاداش الدور حيت عندي لو كا دي بغايي. ولا بغيت لومبرياج اي خاصني نكومبريمي، غير خاصني ندفع هذا الروسور هذا باش هاد لي طاب هاد باش هاد لي بلاطو بريسور يزيروا ليا، باش هاد لي بلاطو بريسور يزيروا ليا لي ديسك دو لومبرياج افيك سكون ابيل لاغب موتور. كوم سا يعني لا روتاسيون غتمشي من لاغبو موتور لاغ ريسيبتور. مي السؤال هو علاش خاصنا هاد خاصنا هنا ملتي ديسك؟ لانه ملي غنمشيو للنوسيون دو كالكول غتلاحظ بان لو كوبل ترانسميسيبل، شوف هذا كيسمى لو كوبل ترانسميسيبل من لاغبو موتور لاغبو ريسيبتور. هاد لو كوبل ترانسميسيبل عنده علاقه بتي ان، و بتي ان اش كيتسمى؟ كيتسمى لو نومبر دو سيرفاس دو فريكسيون. راه هذا هو لو ديسك دو لومبرياج، لاحظتوا ولا لا؟ هاد لو ديسك اللي كنا كنهضروا عليه دابا حنا هنا فين هو؟ هذا اللي كتشوفوا هنايا بالمارو، هذا ديسك دو لومبرياج راه هو هذا. صافين؟ عنده هنايا سكون ابيل دي سيرفاس دو فريكسيون، صافين؟ او بيان دي غارنيتور دو فريكسيون. وهذا لو ديسك لاحظوا معايا بانه عنده دو غايون، عنده واحد لو غايون صغير كيسمى بيتي ار غايون انتيريور، وعنده واحد لو غايون من لو سونتر حتى ليكستريميتي كيسمى غون ار كيسمى لو غايون اكستيريور. هذا غايون انتيريور وهذا غايون اكستيريور. مي انا اش كيهمني لو كوبل ترانسميسيبل. هاد لو كوبل ترانسميسيبل بار لومبرياج منين؟ من لاغبغ موتور لاغبغ ريسيبتور. هاد لو كوبل اش كتلاحظوا فهاد لا غولاسيون هذا عنده علاقه اي لي بروبورسيونيل مع لو نومبر دو كونتاكت او بيان لو نومبر دو سيرفاس دو فريكسيون. يعني كل ما كان لو نومبر دو كل ما كان ان كبير كل ما كوبل تاعو غادي يكبر. وباش نكبر ان خاصني نكثر لي ديسك دو لومبرياج. بحال مثلا دابا فهاد لو كاد شحال كتساوي ان؟ شنو نورمالمون ان قلنا شنو ان دابا؟ شوف باش نفهموا علاش درنا هاد ملتي ديسك، راه درنا ان اومبرياج ملتي ديسك غير على قبل حاجه وحده بور اوغمونتي لو كوبل ترانسميسيبل باش الكوبل يتزاد.
متفقين؟ الوغ فهاد لوكا هادي شحال من كونتاكت عندي هنايا ما بين لو ديسك دو لومبرياج و لو ديسك عندي اش انيغالا 2. ها لاحظ معايا شوف عندي هذا شنو هو هذا؟ هذا هو لو ديسك دو لومبرياج، ها لو بروميي كونتاكت وها لو دوزيام كونتاكت هو هذا. لاحظ معايا هاد الكوطي هادي غتكون لاصقه مع لاغبر موتور، والكوطي اللي من لهي غتكون لاصقه مع لاغبر مع لاغبر ريسيبتور ياك. دونك عندي لو بروميي كونتاكت هي هاد لا سيرفاس، ولو دوزيام كونتاكت هي لوتر سيرفاس، يعني انيغالا 2. ولكن في هذه لوكا هذه شحال كتساوي ان انيغالا 4، لان عندك هاد الكونتاكت الاول ما بين اش، ما بين لاغبور موتور وما بين لو ديسك، الكونتاكت الثاني ما بين لو ديسك وما بين لو بلاطو دو بريسيون اللي بالزرق، الكونتاكت الثالث ما بين لو بلاطو دو بريسيون اللي بالشيبي ماشي بالزرق، وما بين لو ديسك دو لومبرياج نيميرو 2، ولو كاتريام كونتاكت ما بين اونتر لو ديسك دو لومبرياج اللي كتشوفوه بالمارون اي ce qu'on appelle le plateau de pression اللي كتشوفوه بلو فير. يعني هنا n = 2 وهنا n = 4. يعني الا كان الكوبل ترانسميسيبل هنا 4 نيوتن، كان مثلا هنايا 200 نيوتن متر، هنا راه غيكون 400 نيوتن متر. يعني كل ما كان لو نومبر دو ديسك دو لومبرياج كثير، كل ما اون ملتيبلي لو كوبل ترانسميسيبل. و جيسبر تكونوا عرفتوا الفرق ما بين عرفتوا الفرق. الوغ ما معنى ديك ار موين فوالا اوغمونتي سي؟ شوفوا معايا الدراري، راه ما كنشوفش لي كيسيون. شوفوا معايا حنا غادي نشوفوا كيفاش كيخدم لا كوموند. متفقين؟ هاد لو غوسور انا اللي كنكوموندي يا كريم. هذا ضروري لومبرياج عندي واحد الكوموند، عندي واحد الكوموند اكستيريور فهاد لوكا هادي، عندي هاد اللوفي حتى هنا راه بيان سور كنكوموندي، بيان سور غالبا كندير هنا بيان سور اون كوموند هيدروليك. صافي يعني ان فيغان هيدروليك هو اللي كيبقى يدفع ليا بيان سور هاد لي روسور، هو اللي كيبقى يدفع ليا بيان سور هاد لي روسور هاد. واخا كيفاش نحسبوا ار موين؟ حنا غادي نشوفوها في النوصيون دو كالكول. ار موين راه باينه، ار موين هي بيتي ار زائد كغون ار سور 2، هادي هي دونك لو رايون انتيريور بلس لو رايون اكستيريور سور 2. دونك ار موين هو اللي هو اللي كتشوفوه بالبيض مقطع. صافي هو ميكس، يعني كوم ان تري ميكس اون بلون. Très bien. Alors, on joue d'abord le troisième type. Troisième type d'embrayage. L'embrayage lourd, c'est l'embrayage instantané. Tiens, c'est l'embrayage progressif plan. Fil de type, fil monodisque ou fil multidisque. D'abord, on joue le troisième type. L'embrayage progressif à friction conique. Les disques de l'embrayage sont plan. Ils ont une forme d'une cône. Ils ont une forme conique. D'accord. ولاحظوا معايا في هذا لوكا فين لاغبوغمونتور هي هذه اللي ريبريزونتي بالزرق. بيان سور هادشي اللي بالكحل، هاد لو تري اللي بالكحل صا ريبريزونت لو باتي. دونك ما بين الموتور وما بين الباتي عندي بيفو، وما بين لاغب ريسيبتور وما بين الباتي عندي ان دوزيام بيفو. الكاتر هو الروتور، و اللي كتشوفوه بالغوز هو لو ديسك دو لومبرياج، عنده اون فورم كونيك. صافيين وهذا بيان سور سي لو ديسك، هذا بيان سور سي لاغبر موتور حتى هو عنده اون فورم كونيك. دونك دو ميم الا هذا الروسور هذا دفع ليا هاد لو ديسك دو لومبرياج، غيكون عندي هنايا ان سول كونتاكت. دونك فهاد لوكا شحال كتساوي ان انيغالا 1؟ صافي حيت هنا عندي ان سول كونتاكت، لا هنا راه انيغالا 2. هنا شوف حيت هي قالت لي ان انيغالا 1، لا ان ما كتساويش ان هنايا، انيغالا 2. ها الكونتاكت الاول، ها السيرفاس الاولى، ها السيرفاس الثانيه، من هنا لا هنا عندي ان سول كونتاكت، كان عندي سيرفاس وحده. صافي دونك هذا لاحظوا معايا كل واحد ولابليكاسيون ديالو. دونك على حساب لابليكاسيون، كاينين دي زابليكاسيون اللي كنخدموا فيهم لومبرياج بروغريسيف افريكسيون كونيك، كاين لي زومبرياج اللي كنخدموا فيهم لي زومبرياج ا بروغريسيف افريكسيون بلان. افريكسيون علاش افريكسيون؟ لانه هاد لو ديسك دو لومبرياج عنده دي سيرفاس دو فريكسيون حرشين. صافي بور اش؟ بور رياليزي لاديرونس. شوف معنا راه شوف ملي كنقول لك زير، ملي كنقول لك هذا الروتور غيدفع ليا لو بلاطو بريسور، ولو بلاطو بريسور غيدفع ليا لو ديسك دو لومبرياج، ولو ديسك دو لومبرياج غيتزير ليا على لاغبوغ موتور. هنا راه الموفمون كتمشي من لاغبوغ موتور لو ديسك دو لومبرياج باش بلاديرونس. صافي حيت ديما لا ترانسميسيون، اما كتكون عندك ترانسميسيون باغ اوبستاكل او بيان ترانسميسيون باغ اديرونس، واش قلناه في الاول. صافي هاو قلنا الا خدمتي راه لاكوبلومون سي ان تيب دو ترانسميسيون ميكانيك باغ اوبستاكل،
ولومبرياج باغ اديرونس. هنا هنا هنا, هنا كنخدموا بلاديرونس. واخا الصراحه هنا خدمنا عاوتاني بالاوبستاكل لانه هنا راه الكابو موتور مع الكابو سيتو هنا ما عندناش نبيان سيغ سيفاس دو فريكسيون صافي. نشوف دابا لو كاتريام تيب دومبرياج كيتسمى لومبرياج بروغريسيف ا فريكسيون سيلندريك سنتريفيوج. دونك هذا الفكره ديالو غادي نحاولوا نشوفوها في هذا الفيديو باش تفهموها باش ما نضيعوش في الوقت. دونك اللي ديشنا هي هو انه ملي كيبدا يدور الموتور لاحظوا معايا شوف هادو هما لي سيرفاس هما هادو هما لي غارنيتور الاولى هاد الثانيه ياك. الو هذا اللي كتشوفوا من اللور شنو هو هذا هو الكلوش يعني هذا ها هو شوف هنا هادو هما لي غارنيتور هما 5 هما 5 هما لي غارنيتور ياك. هنا عندي دي روسور. الو الفكره شنو هي كيوقع هذا كيفاش خدام هاد لومبرياج بروغريسيف افريكسيون سيلندري هو انه ملي كيبدا يدور هذا شنو هذا هو الموتور. هاي هنا عندي واحد الكلافيت هنا عندي غينيور دو كلافيت يعني هنا فين غنانسري الموتور. دونك ملي غيبدا يدور الموتور بالجد هاد لي كيسموا هاد لي ماسلوت هاد لي ماسلوت هادو كيسموا لي ماسلوت هاد لي ماسلوت بحال شي بحال شديتي شي دري من اليدين وبديتي كدور فاش كيوقع ليه بحال الدري كيبغي لا بحال مثلا بحال شديتي شي دري بديتي كدور فيه بيدك كيوقع ليه كيبان لك بحال باغي يهرب ياك ولا لا علاش بلا فور سنتريفيوج اولا بحال مثلا شديتي واحد الخيط ولا فقتي فيه واحد الحجره وبديتي كدور اش كيوقع ديك الحجره كتبان لك بحال باغي تهرب وكتبدا تفورمي لك واحد التراجيكتوار سيركولير نفس العمليه هنايا ملي غيبدا يدور لي هاد الموتور هاد لي ماسلوط غيبغيو يهربوا ما من غيبغيو يهربوا يعني غيولي بمعنى اخر هاد لي غارنيتور اللي كتشوفونا هادو هما لي غارنيتور هاد لي غارنيتور غيتوشيو ليا هاد الكلوش وهاد الكلوش راه هو اللي كي متفقين هاد الكلوش هو اللي سا ريبريزونت لاغبر ريسيبتور بمعنى اخر حتى هاد الكلوش سواء الفاتوني ولكن ان فوا الموتور غادي يحبس هاد لي ماسلوط غيرجعوا لبلاصتهم. علاش غيرجعوا لبلاصتهم؟ لان هنا عندي لي روسور هما ياك وملي غيرجعوا لي روسور ما غيبقاش عندي هنايا لاديغونس بمعنى اخر ما غيبقاوش هاد لي ماسلوط يعني ما يبقاش عندي هنايا واحد لو كونتاكت ما بين هاد لي ماسلوط وما بين الكلوش. الكلوش راه سا ريبريزونت لاغ ريسيبتور وبالتالي الموتور وبالتالي اش غادي يوقع لاغ ريسيبتور غادا توقف ما غاداش تقطع. فاش شوف مجود الله حاولت نشرحها ما عرفتش ما فهمتش واش واش الدراري فهمتوا كيفاش كومون فونكسيون هاد لومبرياج بروغريسيف افريكسيون سيلندريك. ملي كيبدا يدور هاد الموايو هادو موايو يعني لاغبر موتور هاد لي ماسلوط هذا كيمشي في هاد لو سونس وهذا كيجي في هاد لو سونس بمعنى اخر هاد لي غارنيتور هادو لي سيرفاس ديال لي غارنيتور كيتوشيو ليا الكلوش راه سا ريبريزونت لاغبر ريسيبتور متفقين. بمعنى اخر جي افيكتيي ان امبرياج يعني الموفمون غتمشي من الموتور للريسيبتور ولكن ان فوا الموتور غادي يحبس ياك خاصني دابا ندير ديبراياج. ما معنى ديبراياج ملي غيحبس الموتور هاد لي ماسلوط ما غيبقاش عندهم لا فور سنتريفيوج باش واحد يمشي يهرب الفوق وواحد يهرب لتحت. الحل شكون اللي غيردهم لبلاصتهم هما هاد لي روسور. ملي هذا غيرجع لبلاصتو هذا هو غيرجع لبلاصتو اوتوماتيكمون ما يبقاش عندي هنا بيان سور ان كونتاكت ما بين هاد لي غارنيتور وما بين الكلوش وبالتالي الكلوش الفا ساريتي واحد بقيت غادي يحبس. واش هاد الدراري فهمتوه ولا لا؟ بحال ديال سيت فين اكزاكتومون. الوغ نحاولوا نشوفوا هنا كاين واحد الفيديو. Comment fonctionne un embrayage centrifuge de deux chevaux? Côté volant moteur, là où normalement vous auriez les plaques de pression et l'embrayage, vous voyez qu'il y a ce disque qui contient donc Comment fonctionne un embrayage centrifuge de deux chevaux? Côté volant moteur, là où normalement vous auriez les plaques de pression et l'embrayage, vous voyez qu'il y a ce disque qui contient donc des masses de pression, des ressorts avec dessus une partie friction. Les ressorts sont attachés juste par ce côté-là. Quand le moteur tourne, les ressorts suffisent à maintenir les garnitures en plaque contre le disque. Et lorsque le moteur accélère, la force centrifuge pousse les masses vers l'extérieur. Côté boîte de vitesse, nous avons la cloche d'embrayage centrifuge, les masses viennent monter. Et derrière, nous avons... Alors, je m'en vais à force. D'autres. Fais-moi une règle, l'idée d'où le moyen maintenant. Et le principe. Mais vous, très bien. تري بيان. دابا غنشوفو النوصيون دو كالكول. عندنا اون سول غولاسيون وهاديك لا غولاسيون اللي كنا خدمنا بها الدراري العقل شوف في لي زاكوبلومون باقا عاوتاني هي لا ميم في
في الامبراياج ديال لو كوبل ترانسميسيبل بار امبراياج الا غتشوف لو في لو لايف الاول كنا سمينا لو كوبل ترانسميسيبل بار لا كوبلمون دابا غير راه لا كوبلمون هو الامبراياج غير لا كوبلمون سي اون لي يعني سي اون ترانسميسيون بيرمانونت بور توجور غادي سي اون ترانسميسيون لي هي تمبورير يعني لا نوسيون دو كوبل يعني لا تبقى عندي لا ميم غولاسيون دونك معروفه دونك لو كوبل ترانسميسيبل هو 2 سور 3 avec F qui se met l'effort de compression dans les surfaces de friction et F عندها علاقه بالرصور دونك كل ما كان الرصور كبير كل ما كان الرصور ريجيد كل ما كانت F كبيره petit n راه قلنا هو لو نومبر دو سيرفاس دو فريكسيون في هذا الوقت هذه الا كان عندي فريكسيون كونيك راه petit n égal à petit n égal à 1 في هذا الوقت كتلاحظوا معايا بان petit n égal à 4 الكونتاكت الاول الثاني الثالث الرابع وفي هذا الوقت راه لو كونتاكت عندي هنا égal à 2 لان هل السيرفاس دو فريكسيون الاولى وهاد السيرفاس دو فريكسيون الثانيه يعني n égal à 2 Ça fait donc grand, petit f qui se met le coefficient de frottement, da, généralement qui t'attaque, ou grand R ou petit R, da, tamma, darna, liam, donc petit R من هنا لهنا, yani, da, qui se met le rayon intérieur, ou le centre, c'est l'extrémité du le disque de l'embrayage, da, qui se met le rayon extérieur. Ça fait. Donc, il y a une relation simplifiée, yani, soit vous utilisez cette relation ou bien cette relation. C'est une relation simplifiée, bien sûr qu'il y a un calcul d'intégrale, mais qu'il y a un nombre de relations. Donc, yani, quand on a un petit n fois f, l'effort de compression, f ou le coefficient de frottement, r moyen. R moyen, il y a le rayon extérieur plus le rayon intérieur sur 2. يعني سواء vous utilisez de la relation ou bien de la relation وانا je vous conseille انكم تخدموا بهذه لان elle est assez simple مي هاد لا غولاسيون هادي فالابل الا كان عندي اش فريكسيون بلان يعني فالابل هاد لا غولاسيون هادي خدامه هنا وخدامه هنا تفقين ولكن الا عندي فريكسيون كونيك اش غادي يوقع غتبقى عندي اش كنولي خدام باش كنولي خدام بهاد لا غولاسيون هادي اف petit f r moyen على sinus alpha فني alpha alpha هي د لونغليز صافي انا راه alpha غير ما لقيتش كيفاش نكتبها انا نكتبها غير بحال هكا alpha ما عنديش الصراحه السامبول ديالو صافي هنا ديفيزي بار sinus alpha دونك هادي جات لينا غولاسيون خاصكم تبقاو عاقلين عليها دونك هاد لا غولاسيون هادي خدامه فاش خدامه الا كان عندي امبرياج بروغريسيف افريكسيون كونيك وعلاش هنا petit n طارت لان petit n هنا ايكال 1 راه كاين petit n نورمالمون ياك ولكن هنا بتي ان عندي هنايا لو سيرفاس دو فريكسيون عندي سيرفاس دو فريكسيون وحده يعني ان ايكال ان داكشي علاش مشيت تعوضت ان بواحد فبالتالي طارت يعني بمعنى اخر كتلاحظوا ان لا غولاسيون باقا لا ميم ها هي اف غران اف بتي اف ار موين حتى هنا عاوتاني غران اف بتي اف ار موين غير هنا كنقسموا على سينوس الفا لان هذا سيتام امبرياج بروغريسيف افريكسيون كونيك هنا بيان سور sinus alpha هنا ايكال 1 دابا غنشوفو كلكو تيب دومبرياج سبيسيال صافي دابا كملنا مع لي دومبرياج اللي كيتعاودو بزاف نعاودو قلنا لومبرياج سي اون سوليسيون او بيان سي ان سيستيم دو ترانسميسيون ميكانيك كنستعملوه ملي كيكونوا عندي لي زاربو اون برولونجمون دون يعني دون لو كا او اون فو رياليزي لومبرياج ا فولونتي يعني دو مانيير تمبورير دونك قلنا لي تيب ديالهم شنو هما قلنا كاين الانستونتاني اكرابو والثاني كيتسمى البروغريسيف بلان في دو كا في المونو ديسك وفي الملتي ديسك الثالث كيتسمى الفريكسيون كونيك والرابع كيتسمى الفريكسيون سيلندريك سنتريفيوج وشفنا النوسيون دو كالكول شفنا بان هاد النوسيون دو كالكول جينيرال وهذه خدامه الى عندي لو كا ديال الفريكسيون كونيك دابا غنشوفوا لي تيب دومبرياج سبيسيو قبل نكملوا الوغ لي تيب دومبرياج سبيسيو كاين جوج الاول كيتسموا لي كوبلور هيدروليك والثانيين كيتسموا لي كوبلور الكترومانيتيك ا بودر كاينين جوج كافرين دونك نبداو بالاول الوغ هاد الكوبلور هيدروليك باش نحاول نشرح لكم مزيان غنحاول نشوف واحد الفيديو غتفهمو مزيان باش نشوف واش كاين شي كيستيون بعدا الوغ شوفوا معايا نبداو دابا بلي كوبلور لاحظوا معايا دابا غنشوفوا كيلكو تيب دومبرياج سبيسيو غنبداو بالاول اللي هما لي كوبلور هيدروليك كاين لي كوبلور هيدروليك وكاين لي كوبلور الكترومانيتيك ا بودر هادو كيخدمو بالهيدروليك يعني بالزيت وهادو كيخدموا بواحد البودر يلا نشوفوا هاد الفيديو باش تفهموا مزيان كومون فونكسيون هادشي تصوروا معايا مثلا عندك هنايا عندك واحد جوج فلفلات ياك هذا ما كيساليش المهم غنبقى ندير الكومونتير وصافي تصوروا معايا عندك هنايا
عندك هنايا واحد الفونتيلاتور اه هنا عندك واحد الفونتيلاتور دو لاحظوا معايا الفونت هذا الفونتيلاتور الاولى سا ريبريزونت ليميتور وهذه سا ريبريزونت الريسيبتور الوغ لاحظوا معايا كيفاش كيفاش هنا الموفمون دازت واش الموفمون دازت باش بداك لير يعني لير داك الفلو الفلو دير اللي كري بار هاد الفونتيلاتور وصل عند 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 الفونتيلاتور نيميرو 2 والفونتيلاتور نيميرو 2 توا الى كومونسي ا تورني ولاحظوا معايا كيقول لك بانه راه لاليت علاش الو هنايا لا ترانسميسيون سو في بار اس بار لير لير خدام في الويد نقدروا نجمعوهم بجوج عوض نستعمل لير نستعمل دو الويد اساس جي كوبي لاربور موتور مع لاربور ريسيبتور بواحد الفلويد داكشي تكون فمي في تان كوبلور هيدروليك هذا اللي كتشوفوا هنايا بحال 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 الرافيج هذا متفقين دو الويل متفقين بمعنى اخر شنو كيوقع وهذا شنو هو هذا اللي بالاحمر سا ريبريزونت هذا سا ريبريزونت لارب ريسيبتور وهذا سا ريبريزونت اللي بالزرق سا ريبريزونت لارب موتور دونك ملي كيبدا يدور الموتور الزيت كيبدا يدور ملي كيبدا يدور الزيت كيدور معاه هذاك الزيت كيحاول يدور معاه داك سكون ابل لارب ريسيبتور يعني هذا شي تان كوبلور هيدروليك كوبلور يعني جي كوبلي لاربور موتور مع لاربور ريسيبتور ولكن جي افيكتي واحد دو لويل تفقين دونك ها لاربور موتور ها لاربور ريسيبتور دونك هاد لاربور هادي بالحمر ملي كدور كدور كتجيني غير معاها ان فلو دو لويل واحد الزيت الزيت كيدور الفلو وداك الزيت كيدور ليا تفقين الزرقاء وغادا تفقين جيسبير تكونوا فهمتوا هاد الكوبلور هيدروليك صراحه ترونسميت مع اول مره كنشرح هادشي بشكل باش فوالا بحال اللي كاينه في لا بواط اوتوماتيك واش واضح الدراري هاد الكوبلور هيدروليك ولا مواضحش واش هاد الكوبلور هيدروليك فهمتوه ولا ما فهمتوش هذا هو الكونسيبت تاع الكوبلور هيدروليك يعني ما كنخدموش بالسيرفاس ما كنخدموش بالفريكسيون انما كنخدمو بالويل دابا غنشوفو الكوبلور الكترومغنيتيك ابودغ هنا بيان سور حنا كنخدمو بال هنا كنخدمو بالبودغ الوغ باش تفهموا هذا مزيان غنحاولوا نشوفوا هاد السيماتيزاسيون دونك هنا عندي بيان الوغ ما معنى الكترومغنيتيك الكترومغنيتيك يعني هنا عندي دي بوبين هاي عندي بوبين عندي الكترو ايمون يعني هادي سوجين بوبين هاي كاين واحد لا بوبين هاي بانت لكم ولا لا دونك هاد لا بوبين اما غتكسيتا اما غديزكسيتا مزيان وهنا كنقلبوا على واحد سكون ابل نحاول نقراو هادشي كامل هذا هو المويو يعني هنا دونك هنا فين كنلصق هذيك اسمها لاربور بريمير يعني هنا فين كنلصق الموتور هذه هي لونطري وهذا اللي كيهمني انا هو هادشي اللي كتشري كتشوفوا هنا كيسمى لو بودغ الكترومغنيتيك البودغ راه كيجي راه كاين ما بين اش كاين ما بين البوبينه كاين ما بين لا بوبين وما بين الماس بولير انتر هنا كاين واحد البودغ كتحطوه هذاك البودغ كيكون ماشي بودر كيكون ميتال يعني بحال شدي شي الحديد وحكيتيه تفقين ما عرفتش كيفاش تفقين بودغ ولكن ميتاليك او لاحظوا معايا الا شدي شي مثلا دوك ما عرفتش كيتسميوا كاع مشات ليا سميتها البودغ مثلا ديال لو فير ياك شدي شي الحديد وحكيتيه ياك ولا لا عطوك دوك لي غران ميتاليك ياك الوغ دوك لي غران الا حطيتي قدام واحد ليمونش كيوقع لك كيتجمعوا تفقين يعني كيوليو سوليدير بمعنى اخر شنو كيوقع ملي ما كيكونوش الالكترو ايمون ملي ما كيكونش الالكترو ايمون خدام بمعنى اخر لا بوبين كتكون ديزيكسيتي كيكون داك البودر كيكون متفقين ما كيكونش سوليدير ما معنى ما كيكونش سوليدير يعني الا دارت شوف بمعنى اخر الا دارت لاربر موتور كدور مع داك يعني كتدفع داك البودر اي بار كونسيكون هاد الكوفيركل هذا ما كيدورش الكوفيركل راه ما كيدورش علاش ما كيدورش لانه ما كيناش لانه ما عنديش يعني ما عنديش لا ديغونس ما بين لاغ موتور وما بين لاغ ريسيبتور الوغ دابا شنو الحل هو خاصني نشد دوك لي غران ميتاليك دوك لي غران دوك الحبيبات ديال الحديد ونردهم سوليدير تفقين نجمعهم نحاول نجمع وحده مع وحده شنو الحل باش نجمعهم الحل هو اكسيتي نخدم هاد الالكترو ايمون ملي كنخدم هاد الالكترو ايمون هاد لابوبين كتكسيتا ملي كتكسيتا هاد لابوبين هاد البودغ هذا وهاد لوكوب هاد لوبودغ مانيتيك اللي كاين هنا اللي كاين فهاد لي كوتي هادو شنو كيوقع عليه كيتجمع تفقين يعني كيولي بحال تفقين كيولي سوليدير ما معنى كيولي سوليدير يعني تفقين كيولي عندي واحد كيولي عندي لا ديفونس ما بين لاغ موتور وما بين موبيل كوفيركل وبعد لوكا الى طرات لا دابر موتور شاد كوفيركل حتى هو غادي يدور وهادي سا كوريسبون على ايطا اونبراي هذا هو الاونبراي يعني اذا بغيت دير لونبراياج
خافي نخدم ديريكتو ايمون خافي نكسيتي لا بوبين ندوز لو كورون حتى يستمينا الكترومغنيتيك ويلا بغيت ندير ويلا بغيت ندير ديبغاياج الا بغيت ندير ديبغاياج غادي 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 ديزيكسيتي لا بوبين يعني غادي نوقف ديال الكورون. واش هادشي فهمتو ولا لا؟ واش فهمتو لو فونكسيونمون ديال سكون ابل لو كوبلور الكترومغنيتيك ابودر الكترومغنيتيك لانه عندي لا بوبين تفهم عندي لا بوبين البودغ هو هذا البودغ راهو 5 لاحظتوا ولا لا البودغ هما لي غران اللي كاينين في هذه البلاصه هذه تفهم صافي اه لاحظوا معايا هذه هي الغودون دخي دونك هنا ملي كتجي الموفمون لاحظوا معايا هذا راه واحد لا كوب تفهم هو هذا تفهم هذه البارتي هذه مقطع من هنا تفهم خدي لكم غير الجزء الفوقاني تفهم هو هذا تفهم الجزء التحتاني راه هو هذا البارتي هذا صافي ولكن هنا كيبان مزيان هنا في البيرسبكتيف كيبان حسن دونك جو ريبيت ملي غنخدم الالكترو ايمون يعني غنكسيتي لا بوبين تفهم هاد البودغ هذا غيولي سوليدير ملي غيولي البودغ سوليدير غنشوفو هنا غتبان لكم مزيان ملي غيولي البودغ سوليدير هاد 3 هاد لا بيس 3 مع 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 الويت اش غيوقع لهم شوف غيولي عندك هنا شوف غيولي عندك هاد البلاصه هاد الفانك هذا البودغ غادي يولي عندك بحال شي حديده تفهم يولي سوليدير ما غيولي سوليدير يعني 3 مع الويت بحال غير صوم بعضياتهم ما غير صوم بعضياتهم يعني الا دارت الغودونتي يعني الا دارت الويت غدور 3 ولا دارت 3 غدور الويت فهمت مي الا ديزيكسيتي د لابوبين مي الا ديزيكسيتي د لابو مي الا ديزيكسيتي د لابوبين اشنو كيوقع اللي كيوقع هو ان هاد لو بودغ هذا كيعاود يرجع دي غران ما معنى كيرجع دي غران يعني هاد لاغبغ هاد بمعنى اخر ما كي بمعنى اخر 3 والويت ما كيبقاش تفقين ما كيبقاوش مزيرين مع بعضياتهم فبالتالي كيولي تفقين بحال شديتي صبعك ودوزتي فوق الدقيق ما غادي يحبسك حتى حاجه حتى فون دي غران تفقين جيسبر يكون واضح حتى الترونس ما تخعيب باش توصل اه ولي ماسخين تري بيان ما الترونس ما تخرفش كذا كنحاول الدراري اه مزيان دابا غادي دونك لو فونكسيونمون ديالو راه هو هذا تتحاولوا تقراو غادي نجرح لكم هذا البي دي اف هذا غادي نصاوب لكم هذا وحطيته لكم فين هو وهذا حطيت لكم بي دي اف يعني هذا البي بي تي اللي كتشوفوا فيه راني ديجا صاوبته كلوا حالكم قبل اللايف تفهم هي هذه غادي ديجا مصاوبه مقاده تتقراو هذا لو فونكسيونمون واش اللي قلت لكم دابا انا حاليا دونك لون بغياج ا بودغ مانيتيك نحاولوا نقراو كرو اي بازي سور لو برينسيپ الكترومغنيتيك اي يوتيليز ان بودغ مانيتيك بور ترانسميتر لو كوبل ايل اكزيست اون ريلاسيون لينيير انتر لو كورون ديكسيتاسيون اي لو كوبل هذا راه فهم كنشوف كنخدموا بها حتى حنا في الالكتريك يعني الا كان الكورون ديما الكورون مع الكوبل اي سون بروبورسيونيل اي بريزونت دي زافونتاج دون فيتيس دو كوند دون فيتيس دو ريبونس رابيد لين دي ستركتور سامبل با دو بروي با دو شوك دونك دو لي زافونتاج اي لانكونفينيون ديالو لو شوك دو فيبراسيون اي ديكونومي دينيرجي C'est une sorte de composant de contrôle automatique multifonctionnel performant. Le principe de fonctionnement de l'embrayage, c'est le principe de l'embrayage à poudre magnétique, à arbre creux du fabricant du frein à poudre magnétique. Lorsque la bobine n'est pas tournée vers l'électricité, elle est trop la bobine d'électricité, l'arbre d'entrée tourne. Il y a un cadre d'or. Voilà que la poudre magnétique est pressée contre là. On a regardé que l'axe n'est pas tourné. C'est qu'on tourne. On a regardé que la bobine est excitée. L'arbre d'entrée tourne ou le poudre magnétique est pressé, qui est pressé. Donc la paroi intérieure de la bague de serrage sous l'action de la force centrifuge, l'arbre de sortie et l'arbre d'entrée se battent pas et l'air tourne. Donc là, il y a l'arbre de sortie, il ne va pas tourner. Il y a lorsque la bobine n'est pas excitée. Mais lorsque la bobine est excitée, elle est finalement. هاد البودغ هذا غيولي سوليدير وملي غيولي سوليدير غتولي لاربور دو سورتي و لاربور دو لونتري سو بات با يعني إل سو بات ماشي إل سو بات با أوتوماتيكمون كيولي عندي لاديرونس بيناتهم و بيان سور الموفمون كتمشي من لونتري لسورتي ألوغ دابا نشوفو واحد لابليكاسيون لي غنحاولو نخدمو بها الخدمة ديالنا دونك هنا عطينا بيان سور هاد لو سيستيم هذا هاد لو سيستيم هذا اشنو قال لك دابا هنا كاين لو رول ديال الروسور دونك لي روسور هما هاد دونك هذا هو الديسك دو لومبرياج الاول هذا هو الديسك دو لومبرياج الثاني هذا لاغبر موتور هادي لاغبر ريسيبتور وهنا بيان سور هادو هما لي روسور قال لك دابا كاين لو رول تاع الروسور ديما الرول تاع الروسور شنو هو هو رابلي لي زيليمون ا لور بوزيسيون انيسيال
تفقين يعني ملي كان اكتيفي لا كوموند في الويدي كوبيا ايدغوليك يعني ملي كان هادشي راك تلاحظوا حتى في الطوموبيل ملي كتكليكي على لومبرياج شنو كدير ديك الساعه نتايا ديك الساعه راه كتخدم اش كدير انت ديك الساعه راه كتزي راه الروسور كتكومبريمي ياك ولا لا ولكن اين فوا كتحيد رجلك على لومبرياج شنو كيوقع هادو كيرجعوا لليطا انيسيال ديالهم دونك ديما عقل الغول تاع الروسور كيرد دوك لي زيليمون على لوغ بوزيسيون انيسيال الوغ قال لك هنا كاين تيب دو كوموند يوتيليزتون تفقين فيت اون كوموند فلويديك و هيدروليك هذيك لا كوموند اللي عندكم في اللي كاينه في لا فواتور راه تما انت ملي كتكليك على البيدال دومبرياج راه كتاكسوني دو الويل تفقين مورا قال لك كالكولي لو كوبل ا ترانسميتر بار سيت دومبرياج دونك سي اسي سامبل غنخدمو بهاد لا غولاسيون اللي قلنا في النهايه نخدمو بهاد لا غولاسيون لان هنا عندي اش هذا سي دومبرياج بلان ولكن بلان بروغريسيف واش ملتي ديسك ولا مونو ديسك ملتي ديسك لان هاد بروميي ديسك هاد دوزيام ديسك دونك فهاد الحاله شحال كتساوي ان ان ايغال ا 4 هاد لو كونتاكت الاول لو كونتاكت الثاني سيرفاس دو فريكسيون 3 سيرفاس دو فريكسيون 4 و بيان سور ملي كنقولوا فريكسيون بلان دونك لو كوبل ترانسميسيبل سوا اون يوتيليز هاد لا غولاسيون هادي او بيان لا غولاسيون سامبليفي دونك اما غنستعملوا هادي اما غنستعملوا هادي انا جو في يوتيليزي هاد لا غولاسيون سامبليفي دونك هي الخاوه هنايا دونك كيف ما كتشوفوا دونك لو كوبل اون لو كوبل هو ان فوا اف فوا اف ار موين دونك ان ايغال ا 4 حيت عندي 4 سيرفاس دو فريكسيون سيرفاس دو فريكسيون 1 هي هادي سيرفاس دو فريكسيون 2 هي هادي سيرفاس دو فريكسيون 3 سيرفاس دو فريكسيون 4 بيتي اف هو لو كوفيسيون دو فروتمون ها هو عطاو ليا قال لك لو كوفيسيون دو فروتمون ايغال ا 0.5 R moyen, R moyen, mais je pense que c'est le rayon extérieur ou le rayon intérieur sur 2. Le rayon extérieur, le rayon intérieur, on a dit que grand R égale à 120 mm, au petit R, il y a 90 mm. Bien sûr, on a fait un volume L mètre. Donc R moyen, je dis 120 mm. هاد غون اف شنو هو هما عاطيني هنايا لي فور بريسور لي فور بريسور هو 1500 ولكن خاصني نقص منه لي فور بريسور تاع الروتور لان الروتور بالنسبه ليا انايا بحال قلتي يعني كونتر فورس تفقين يعني الروتور كي يعني انا كنت يعني تفقين ماشي باش نوضحها لكم يعني انا لي فور بريسور الروتور كيحاول تفقين تفقين كيحاول يدير يعني يمنعك تصور معايا دابا انت بغيتي تدفع شي حاجه وديك الحاجه وراها الروثور شنو خاصك نتايا خاصك واحد لا فورس كبيره باش تقدر تغلب على لا فورس تاع الروثور يعني انا ما خاصنيش نجمع هاد لا فورس ديال لي فور بريسور ولا فورس ديال لي فور ديال الروثور ما خصهمش يتجمعوا بالعكس خاصني نقص لي فور بريسور تاع الروثور يعني غون اف اش كتساوي ها هي لي فور بريسور هو لي فور بريسور appliqué par la commande fluidique ou bien la commande hydraulique, on va nous maintenant l'effort du rotor, donc il y a 1500 moins 500, il y a 1000 newtons, ou bien l'effort de l'index. Donc petit n il y a 4, ou grand f il y a 11, ou le rayon, ou le coefficient de frottement 0.5, ou r moyen il y a 105 mm, on va faire ça, on va faire ça, ou on va faire ça, ou on va faire ça, 210 Nm. La question 4, quel coup proposez-vous si on désire doubler la valeur sur le couple transmissible? Il a besoin d'un double, ou est-ce qu'il a besoin d'un double? Même d'un double, il y a 210 Nm, il y a 420 Nm. Il faut multiplier les surfaces de friction. Il faut que les surfaces de friction. Il faut que N, il faut que H4, il faut que 8. Même si tu dis 8, il faut que S, il faut que tu vides deux disques de l'embrayage. Le disque de l'Oudna ou le disque de Chanina. Il faut que S, il faut que 8, les surfaces de de friction باش ما معناش 8 يعني غير باش الكوبل يخرج لك 420 نيوتن متر بمعنى اخر راه ملتيبليتي اش الكوبل ترانسميسيبل دونك بور او كو فو بروبوزي فو بور دوبلي لا فالور ديال الكوبل ترانسميسيبل ايل فو ملتيبلي لي سيرفاس دو فريكسيون عندي هنايا 4 سيرفاس دو فريكسيون خاصني 8 سيرفاس دو فريكسيون وباش نحصل على 8 سيرفاس دو فريكسيون خاصني 4 خاصني نزيد 2 ديسك دو لومبرياج دونك باقي هاد لابليكاسيون هادي نتوما اللي غتخدموها بطبيعة الحال دونك ها هو هادي سي ان اكزيرسيس دونك ساهل قالك هنا دوني لو نون كومبلي ديال هاد لومبرياج دونك هذا هو اللوفي لاحظوا معايا هذا هو اللوفي راه معطينك لا نومونكلاتور
دونك تادفنا امبرياج ملتي ديسك اكوموند مانيوال على اسم ملتي ديسك ها لي ديسك ديالي هما هادو دونك هادو هما لي ديسك ديالي تقريبا 5 و 6 او ديسك اون لي زونغليسير دونك ديسك الاول الثاني الثالث هنا عندي 3 ديسك و بيان سور هذا هو الوغ فهاد الحاله لا كوموند كيفاش دايره كيفاش كن الوغ هنا كيفاش كنبريسي دوك لي ديسك دو لومبرياج واش كوموند واش استعملنا كوموند في الويدوك بيان هيدروليك لا وانما استعملنا لا كوموند مانيوال بهاد اللوفي هاد اللوفي اما كيكون اغوش اما كيكون ادوات اما سونس اغوش اما سونس ادوات الا كان سونس ادوات غيكون عندي لا بوزيسيون دي برايي الا كان سونس اغوش غيكون عندي لا بوزيسيون اون برايي ما معنى اون برايي يعني غيكون عندي بيان سور المهم كيف ما صحنا داكشي كامل يعني غيكون عندي لو ديف دو لومبرياج يعني عندي لاديرونس ما بين لارب ريسيبتور ما بين لي ديسك دو لومبرياج يعني موفمون كتو On a bien sûr qu'elle a expliqué sa fonction. La fonction a déjà, donc a déjà sorti une donc, nous faisons la fonction. Donc, le levier numéro 7 remis à gauche, je n'aurai pas. Head les disques de l'embrayage 5 ou 6. Après, nous avons qu'à la voie. L'embrayage multidisque permet d'augmenter le couple transmissible par le nombre de chiffres de contact. Le manipulateur de levier de commande 7, le head manipulateur de levier vers la gauche, il aime vers la gauche, il y a une sens SG. Entraîne la translation de la coulisse switch, vers la gauche, d'accord? Qui pousse les disques 6 en liaison avec l'entrée contre les disques 5 en liaison avec la sortie. C'est la position embrayée, d'accord? Donc, elle aime les remis vers le sens, elle les disques là, d'accord? Ready, il y a les remis ou vers le sens, il y a la position embrayée. Ou la position débrayée, mais rien qu'on a dit, la position débrayée, ou bien rentrer dans le levier, ou radin jero, jit, yani, le sens SD, yani, vers la droite, ou salina, le cours. Il y a encore des questions, commande mécanique ou bien commande manuelle. Voilà, qui veut se nizid? Voilà, qui veut se rafner la commande hydraulique? Oui, ça fait marquer aïa. هنا بيان سور ليكزيرسيس ما كاملش لانه هنا المهم هنا راه ليكزيرسيس خاصه واحد المهم هنا خاصني ندي دوني اللي كيقولوا لك بان هاد لا كوموند اي هيدروليك راه فو دافي ريزون فهاد ليكزيرسيس ممكن دير هنايا نيمبورت كي كوموند لانه هنا دي دوني ناقصين تفقين مي بويسكي نقدر نقول لك انا مثلا هاد لومبرياج راه هو اللي كاين في لا فواتور نقدر نزيد نقول لك مثلا هاد لومبرياج راه مثلا ديال واحد السيستيم يعني ديال لا فواتور اكسيتيرا اكسيتيرا اتعرف بانه راه كوموند فلويديك و بيان هيدروليك صافي الدراري يلا الى عندكم دي كيستيون الدراري طرحهم عليا انا كنحاول نشرح لكم هادشي مرحبا با عبد الله مرحبا دونك المره الجايه الدراري ان شاء الله غادي نحاول نخدموا فوالا فينا هو البروغرام ديالنا فوالا الوغ كملنا لي زاكوبلمون كملنا لي زومبرياج دابا المره الجايه ان شاء الله غنخدموا لي فران لي فران ان شاء الله راه تما غنشد لكم هذا البي دي اف هذا غنشد لكم هذا البي بي تي وغنرد لكم عاوتاني البي دي اف داكشي ظريف وصغيور ومفهوم ونخدموها بواحد التمرين يلا الله يعاونكم الدراري